الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن سؤال الاماره واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو الحاجة أو تدعو حاجة إليه. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد أن ذكر باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله، ذكر هذا الباب وهو النهي عن سؤال الإمارة، وذلك لأن الإمارة تكليف، وهذا التكليف قد لا يستطيعه أي أحد، وهذا التكليف قد يدخل على الإنسان فيه مداخل أنه يريد العلو ويريد الاستكبار ويريد أن يكون له الأمر والنهي، فيكون مذموماً من هذه الناحية. ولذلك الأصل أن الإنسان لا يطلب الإمارة، سواء كانت هذه الإمارة صغيرة أم كبيرة، إلا عند الحاجة، كما ذكر المصنف رحمه الله في التبويب، وسنتكلم عن هذه المسألة. قال: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وسبب ذكره لهذه الآية في هذا الباب واضح، لأن طلب الولاية والإمارة يكون في الغالب من أجل العلو على الناس، لأن النفوس مجبولة على هذا إلا ما رحم الله. فكان ذكر هذه الآية زجراً لمن كانت هذه نيته، أن لا يطلب هذه الإمارة من أجل العلو في الأرض والتكبر على الناس، لأن من كانت هذه نيته فإن هذه النية باطلة وهذه النية فاسدة وصاحبها معذب عليها. ولذلك قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا. الدار الآخرة للذين لا يريدون العلو والاستكبار، وإنما هي للمتقين. ولذلك قال سبحانه: والعاقبة للمتقين. فالمتقون لهم العاقبة، إما عاجلا وإما آجلا، إما في الدنيا والآخرة، وإما في الدنيا وإما في الآخرة، العاقبة لا بد أن تكون لأهل التقوى. ثم ذكر قوله سبحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سعيد، قال: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وهذا الحديث كما ذكر النووي رحمه الله أصل في النهي عن طلب الإمارة، أصل في النهي عن طلب الإمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن بن سمرة ونداه باسمه وباسم أبيه تنبيها له، قال: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. ثم بين له العلة صلى الله عليه وسلم فقال: فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة، يعني كلفت بهذه الإمارة من غير أن تسألها، أعانك الله عليها، وإن أخذتها بطلب منك وبسؤال منك أوكلك الله إلى هذه الإمارة وأوكلك إلى نفسك. فما ظنك برجل أوكله الله إلى غيره، هل يوفق؟ بعدا له أن يوفق، لا يوفق من أوكله الله إلى غيره، وإنما الموفق من أوكله الله إليه سبحانه وتعالى، فإنه يعينه. لذلك على المرء أن لا يطلب أي ولاية كانت صغيرة أم كبيرة، ولكن إن أعطيت هذه الولاية له صغيرة كانت أو كبيرة ورأى من نفسه أنه يستطيعها فإنه يقبل عليها، والله عز وجل يعينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في آخر هذا الحديث
قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. ما المناسبة؟ في أول حديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة، ثم قال له في آخر الحديث وإذا حلفت على يمين. هل هناك رابط بين الأمرين؟ هما مسألتان مختلفتان، هذه في اليمين وهذه في الإمارة. استنبط بعضها العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الجملة وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، قالوا لأن الولاية في الغالب إذا يعني كان الإنسان أميرا أو ذا ولاية فإن أنفته تمنعه من أن يرجع عن قوله، فكيف إذا حلف على قوله؟ فإن هذا من باب أولى أنه لا يرجع، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وهذه قاعدة، الإنسان إذا حلف على يمين ثم رأى أن الخير في غير اليمين الذي حلف عليها كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. مثلا حلف الإنسان لا يكلم فلانا من الناس ورأى أن الخير أنه يكلمه، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير وهو أن تكلم هذا الرجل. حلفت أن تطلق زوجتك ثم رأيت أن الخير أن لا تطلقها، كفر عن يمينك واترك الطلاق. وهكذا في شتى الأمور. وهنا تنبيه أن الإنسان لا يكثر من مسألة الحلف، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ولكن نقول لو أن الإنسان حلف ثم رأى الخير في غيرها فليكفر عن يمينه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها لكفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة أن الإنسان إذا ابتلي بكثرة الحلف فإنه يجعل مع الحلف المشيئة، لأنه إذا قال إن شاء الله في الحلف فلو رجع عن اليمين لا كفارة عليه. ولكن الأصل أن الإنسان لا يكثر من اليمين، ولا تكون اليمين عنده عرضة على لسانه، وإنما يحلف عند الحاجة إلى الحلف تعظيما لله سبحانه وتعالى. ثم قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر، وأبو ذر من خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لكمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا ذر ليس أهلا للولاية، ليس لضعف إيمانه ولكن لأنه ليس ذو قوة في الولاية لو صار وليا أو أميرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يعني لا تستطيع أن تكون واليا أو أميرا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. انظر إلى يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، في أول أمر قال إني أراك ضعيفا، وهذا الكلام فيه صراحة، والصراحة قد تجرح الإنسان، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يكون صريحا، أن يقول للإنسان العيب الذي فيه والمشكلة التي فيه من أجل أن يعالجها. فإذا احتاج الإنسان إلى التصريح صرح، وإن كان التلميح يكفي يكفي بالتورية والتلميح، ولكن إذا احتاج إلى التصريح فليصرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح لأبي ذر قال إني أراك ضعيفا، وطيب نفسه وقال له وإني أحب لك ما أحب لنفسي، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. يكفي أبا ذر فخرا وشرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني أحب لك ما أحب لنفسي، وهذه فضيلة لأبي ذر. والحديث يعني تكاد أكثر من حديث ورد في فضله رضي الله عنه وأرضاه. ثم أوصى هذه الوصية أن لا يتأمر ولو بين اثنين. شوف أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه أنه لا يستطيع الولاية، لا يستطيع أن يتأمر على اثنين، فما بالك بما هو أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم من أبي ذر أنه لا يستطيع الولاية، فقال له لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، وذلك لضعفه في الولاية رضي الله عنه وأرضاه.
قال وعنه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا فيه أن أبا ذر هو الذي طلب الإمارة فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه من أجل أن ينتبه له ولكلامه ولنصيحته فقال إنك ضعيف ثم بين له أن الإمارة لا يحرص عليها قال إنها أمانة والإنسان قد يرى من نفسه أولا أنه يستطيع الأمانة ثم إذا تولى هذه الأمانة ضيعها قال إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة هذه الإمارة وهذا يكفينا أننا نبتعد عنها قدر المستطاع كما قال صلى الله عليه وسلم عن الإمارة قال نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة نعمة المرضعة يعني أن الإنسان إذا تولى الولاية يكون يعني في خيرها ويأخذ ما يريد منها فنعمة المرضعة التي تعطيه وبئسة الفاطمة إذا توقف عن الأكل منها يوم القيامة بئسة الفاطمة إذا فطم منها وانقطع عنها وجد الخزي والندامة يوم القيامة فهنا قال صلى الله عليه وسلم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا استثناء إلا من أخذها بحقها وأدى الحق الذي فيها لأن ليس كل الناس لا يستطيعون الإمارة والولاية ولذلك جاءت الحديث التي مرت علينا في دروس سابقة في فضل الإمام العادل سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله ومنهم الإمام العادل فذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث آخر حديث في هذا الباب حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة لأن طبيعة البشرية أنها تحب الرئاسة والعلو والرفعة فيحرصون على الإمارة يتقاتلون عليها والتاريخ يشهد لذلك كم تقاتل الإخوة وكم تقاتل الأقارب وما سقطت الدول في التاريخ الإسلامي إلا بتقاتل أهلها عليها تقاتل الأقارب على هذه الولاية حتى سقطت الدولة كلها قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة أي هذه الإمارة يوم القيامة والنبي في الحديث الذي قبل هذا استثنى قال إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها هنا المسألة في مسألة طلب الإمارة جاءت هذه الأحاديث التي مرت علينا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن طلب الإمارة وجاء عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم فكيف الجمع بين هذا وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام طلب الإمارة ولم ينكر عليه في القرآن قال إني اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فكيف الجمع بين هذا وهذا أول الجمع قالوا إن يوسف عليه الصلاة والسلام له شرع ولنا شرع وشرع من قبلنا شرع لنا إن لم يخالفنا وقد جاءت النصوص في النهي فيكون شرعنا ناسخ لما قبله من الشرائع هذا الجمع الأول والجمع الثاني وهو الصحيح أنه يجمع بين الآيات والأحاديث وأن فعل يوسف عليه الصلاة والسلام ليس منسوخا في هذه الأمة ويدل عليه أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلني إماما في قومي اجعلني إماما في قومي وهذا طلب ولاية وإن كانت قصيرة إماما في قومي لو إمام مسجد هذه نوع من الولاية قال اجعلني إماما في قومي فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت إمامهم قال أنت إمامهم هذا طلب ولاية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقد جاءت أحاديث أخرى في مثل هذا المعنى فالجمع بين هذه الأحاديث يقال أن الأصل عدم طلب الولاية والإمارة هذا هو الأصل إلا إذا دعت الحاجة كيف دعت الحاجة؟ دعت الحاجة إلى أنك تعرض نفسك إلى هذه الإمارة كأن تعرف من نفسك القوة والقدرة وأن هذا المنصب إذا لم تمسكه أنت ستضيع هذه الولاية وتضيع هذه الإمارة كما رأى يوسف عليه الصلاة والسلام من حال الناس في زمانه فطلب الإمارة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم اجعلني على خزائن الأرض وبين قدرته قال إني حفيظ عليم
يعني أمين ويعلم الأمور، يعني عنده قوة وأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا كانت هناك مصلحة راجحة في طلبك للإمارة أو للولاية صغيرة كانت أو كبيرة، فإنه لا بأس الإنسان أن يطلبها، جمع بين الأحاديث والآيات التي وردت في هذا الباب. أما الأصل فإن الإنسان لا يطلبها، والسلامة لا يعدلها شيء. هذا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.